ومن منطقة باتر الرائعة منرجع سوا مشاهدينا على استوديوهات الام تي في بالنقاش ومنتابع سوا حلقتنا لليوم من ام تي في لايف. وبستقبل هلا من مركز سرطان الاطفال بلبنان فادية الحاج. اهلا وسهلا فيك. شرفتينا. فادية حضرتك منسقة لجمعة تبرعات السي سي سي ال. شهر شباط مثل ما كلنا بنعرف هو شهر التوعية حول مرض السرطان حول العالم، وكل سنة انتم بتقوموا بأكثر من حملة لجمعة تبرعات لأطفالكم. هالسنة سي 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 ال عم بيحتفل بمرور 15 سنة على تأسيسه، وعقبال المية يا رب. بنيسان بتصور بيطبقوا 15 سنة. وللمشاهدين اللي ما بيعرفوا، بتصور قليل اللي ما بيعرفوكم انتم وإنجازاتكم، خبرينا شوي بلمحة سريعة عن هالمركز. نعم، مركز سرطان الأطفال هو مركز إقليمي رائد بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان من دون أي كلفة على الأهل ومن دون أي تفرقة. المركز بيستقبل الأطفال من عمر الأشهر لعمر 18 سنة. بفضل التعاون يلي عنا مع سين جود ريسيرش هوسبيتال بمنفس تنسي بأمريكا، وبفضل الأبحاث الدقيقة يلي بيقوموا فيها العلماء والأطباء بالجامعة الأمريكية ببيروت الـ AUBMC، نسبة الشفاء بالمركز بتوصل لل 81% لنوع عامة السرطان عامة مزبوط، و 92% للوكيميا اللي هو سرطان الدم اللي هو من أكثر أنواع السرطان شائع بين الأطفال. يعني بعكس ما معظم الناس بيعتقدوا لما بنسمع بمرض السرطان وكأنه حكم إعدام على الولد، الحقيقة كثير بعيدة عن هالشيء. بس هلأ نسبة الشفاء عم بتكون صحيح، وأكيد بفضل الأبحاث المتطورة وأكيد الأعمال إذا بدك بكل تفاني بيشتغلوا فيها الأطباء اللي بيساهموا بهالإنجازات. مزبوط. من وقت ما افتتح المركز أبويبو سنة 2002 لهلا صرنا معالجين أكثر من 1330 طفل، وصرنا مقدمين أكثر من 4000 استشارة طبية. نعم. نحن بالمركز سنويا بيستقبل اكثر من 120 حاله جديده، هذه بالاضافه للحالات الموجوده عندكم. مجمل اعداد الاطفال بيكون 300 طفل كل سنه بتعالجوا اون افريج، يعني 300 طفل. مزبوط. خلال السنه، لانه مده العلاج بتكون 3 سنين، راح اجمالا تتراوح بين سنه وثلاث سنين، يعني كل سنه بيزيد عدد الاطفال عندكم، وكل سنه بتستقبلوا حوالي 120 حاله. مزبوط. جديده. مزبوط. من بين كل الاطفال المصابين اللي هو يمكن الجزء الاكبر من الاطفال اللي بيعانوا من هالمرض. نعم، بس الحمد لله نسبة الشفاء بتكون عالية. صح. فادية، نسبة الشفاء مثل ما قلنا كتير عالية، والمميز بالسي سي سي ال هو انه بتستقبلوا الاطفال من دون اي تمييز، يعني مثل ما المرض ما بيميز بين كبير وصغير ولا جنس ولا دين، انتم كمان ما عندكم اي تمييز. مزبوط، اي حدا بنستقبل الكل. نعم. الأبحاث متطورة، نسبة العلاج أكيد أنتم بتقدموا العلاج كاملة، العلاج بيتراوح بين سنة وثلاث سنين. مزبوط. وكمان بتقدموا دعم معنوي للأطفال ولأهليهم. مزبوط. أكيد، لأنه مثل ما بتعرف السرطان نسبة الشفاء في بارت منها سايكولوجيكال كمان. بيقولوا 50% من العلاج هي الحالة النفسية عند الولد. مزبوط. فالطفل لما يجي على المركز فبنلعب عليه انه يكون مرتاح، مش انه يكون مضايق او عنده هذا المرض الخبيث. حتى مثلا في عنا الاطفال بطلوا عم يلبسوا ويجز، فعم بفضلوا يحطوا باندانا، فعم بيكونوا مرتاحين مع نفسهم كمان، عم بيتقبلوا نفسهم اكثر، وهذا بفضل دعمكم انتم، دعم الاهالي، وتحيه كثير كبيره لفريق المتطوعين عندكم الفولنتيرز بالسي سي سي ال اكيد. صح. وتحيه كبيره للسيده كريستيان مكارم. فاذا هالبيت الصغير اللي بيستوعب الاطفال واجسادهم الصغيره اللي كله الوان وكله حياه وكله فرح، مجهز تيستقبلون بكل حالاتهم، وبتبقوا معهم بتحضنون وبترافقون طوال هالمرحله اللي نحن بنحب نسميها معركه. نعم، حتى من بعد ما يخلصوا علاجهم، في مثلا بيجوا تيعملوا تشيك اب او شيء، كمان السنتر بيكون كل عده اشهر في فحوصات عامه بيعملوها. كل هالمساعده او الدعم اللي انتم بتقدموه فادية مكلف، ومكلف أكيد. جدا، وانتم اكيد بتتكلوا على تبرعات والخيرين بلبنان. صح. طرق المساعده عديده، وبعرف انه كل سنه اكثر من مره بتقوموا بحمله عبر الاس ام اس، خبرينا عنها شوي. هيدي السنه الاس ام اس كامبين بلشت بواحد شباط بتنتهي بواحد اذار، يعني بعد كم يوم. من خلال الاس ام اس كامبين الاشخاص بيقدروا يرسلوا اس ام اس على ال 1105، وبهالطريقه بكونوا عم يتبرعوا بدولار واحد للسنتر. وهيدي السنه من خلال الاس ام اس هدفنا نقدر نجمع كلفة طفلين، ونحن مثل ما بتعرف كلفة معدل كلفة الطفل توصل لل 55 ألف دولار. لا، سنة واحدة
مزبوط. عشان هيك نحن بنطلب من الاشخاص يبعثوا اكثر من اس ام اس، بالطريقه بكونوا عم بيساعدونا اكثر لنوصل لهدفنا. يعني هدفنا هالسنه وهالشهر بهالحمله انه نجمع تبرعات بتكفي لعلاج طفلين لمده سنه، اللي هو 110,000 دولار. مبلغ كثير كبير ليتحمله شخص واحد او عائله وحده. بتصور ما في عائله بتقدر تتحمل هالعبء لوحدها، وهون اتكالنا على اصحاب الايادي البيضاء والخيرين، وبتصور كثار موجودين بلبنان. في ناس بتقول فادية انه دولار واحد شو ممكن يعمل، شو بتقولون للشخص؟ الدولار منه كثير، بس دولار على دولار على دولار كله بجمع، شو بيقولوا يعني فينا نلمسه انه هيديك السنه كمان قدرنا نجمع لكلفه طفلين، فهذا بدل انه الدولار على الدولار كله بجمع وبساعد بالنهايه. خلينا نشوف لو بروموسيون لهالحمله ونكمل. هلا بعتوا اس ام اس على 11:05 تتبرعوا بدولار واحد لمركز سرطان الاطفال وتنقذوا حياتهم. الوقت ما بينطر، بعتوا اكثر من اس ام اس. الوقت ما بينطر بالفعل، ما بيتاخر علينا، لازم قد ما فينا نساعد، واكثر من اس ام اس اكيد بيستاهلوا الاطفال. وبكل بساطه بندخل على المسجز عنا، بنبعث رساله اذا بدنا، تمني اذا بدكم، او معايده للاطفال شو ما حابين نقولها، او فيها تكون امتي امتي على 11:05، وقد ما فينا نكبس 11:05 ونبعث اس ام اس على قد ما بنقدر نساعد. فاديه، في طرق عديده للمساعدة وفي حملات مستمرة طوال السنة عندكم بالسي سي سي ال، خبرينا عن بعضنا. فعنا برنامج الجيف هوب، امنح الامل، اللي هو تبرع شهري الاشخاص اللي بحبوا يكونوا عم بيساعدوا السنتر شهريا، بيكونوا بارت من هذا البرنامج. واكيد يلي بحبوا يكون عندهم استعلام يدقوا على 01 او 70 35 15 15، او يزوروا موقعنا الالكتروني www.cccl.org.lm ليكون عندهم اكثر معلومات. من امتى انطلقتوا بحمله جيف هوب؟ هذا من وقت ما السنتر افتتح، كان في عنا وفي مبلغ محدد بتبرعوا فيه كل شهر، او هذا بس تعهد من قبل الشخص انه انا كل شهر بقدر امن هالقد؟ مزبوط، المبلغ يلي بده اياه. ما في، وفي يتغير المبلغ حسب يعني الاموال المتوفره حسب القدره تاعت الشخص. قد ايه عم بيتجاوبوا معكم بحمله جيف هوب؟ الحمد لله في كثير خيرين بالبلد وحتى برات البلد كمان. بعرف في افراد يعني بنفسهم بيتبرعوا، في اشخاص من قبل الشركه اللي بينتموا لها. الشركه بتكون اسمه بارتنر ان لايف، هذا البروجرام الموظفين بقلب الشركه بفوتوا بكونوا بارت من هذا البروجرام، بكونوا عم يتبرعوا كمان شهريا للمركز، بس بكون انه باسم الشركه تاعيتهم. نعم، خبرينا شوي عن بوتيك جود، يعني افكاركم ما بتنتهي. نعم. وكثير مبتكره، خبرينا. نعم. مثل ما بتعرفي حضرتك انه ما في حدا ما بحب الشوبينج، يشتري مثلا اشياء صغيره، بكون ات ذا سيم تايم عم يعمل تبرع. جود بوتيك في عندنا ايتمز للبيت، في اشياء مثلا كاستمايز مثلا مناشف، او في عندنا مثل سوبس او ماجز بيقدروا يشترون، وكل اكيد القيمه يلي عم يشتروها بتروح تبرع كليا للمركز. وهل اشياء كاستمايزد؟ في عندي يعني خاصه بالاطفال السين جود، فيها مسجز او رسائل عليها؟ في عندنا اذا بدك يلي من اطفال المركز، في عندنا الجريتنج كاردز اللي كارد الرسمي بتكون من الاطفال هن بايدهم معودين على بطاقات المعايده لعيد الميلاد المجيد بحضروها كمان على كل مناسبه، رمضان، كريسماس، نيو يير، او حتى ما في مناسبه، بكون الرسومات من مركز اطفال مركز. يعني اشي عمليه كثيره ممكن نلاقيها ببوتيك جود، وكل التبرع بكون للسنتر كامله لاطفال المركز. وين موجود بوتيك جود؟ بالاي بي ام سي بالحمراء. فاذا حمله 1105 مستمره من اول شباط لاول اذار، يعني بعد عندهم بعد في كم يوم تيلحقوا حالهم. وبدي احكي شوي بالارقام كمان عن عدد الاطفال اللي خلصوا علاجهم السنه الماضيه، لانه هيدو لوحده انجاز كبير. اكيد الحمد لله هذيك السنه خلص 106 طفل خلص علاجه من السنتر.
فهذا رقم الحمد لله اتس كبير يعني تفتخروا فيه. اكيد الابحاث اللي بتقوموا فيها والبروتوكول الطبي المعتمد هون بلبنان بيتماشى اكيد مع اللي بيتقدم بسنت جود الاساسي بمنفس تنسي الامريكي. مزبوط، عشان هيك نحن نسبة الشفاء عندنا عالية وفي تنسيق دايم بينكم وبين مستشفى منفس امريكا. الاطفال اللي بتستقبلوهم بس من لبنان او كمان من خارج لبنان؟ لا، من خارج لبنان، من كل المنطقة. نعم، فإذاً بدعي أنا وياك فادية كمان مرة المشاهدين يستفيدوا من هالفرصة حتى يساعدوا بطريقة كتير بسيطة أطفال مركز سرطان الأطفال بلبنان 1105 SMS وأكثر من SMS من هلأ لأول أذار بتساعدوا بإنقاذ حياة أطفال بحاجة لإلكن. بكل بساطة ما قلن إلا نحن وإنتوا مشاهدينا حتى ندعمهم ونوقف حدهم ونحضنهم هن وعم بيخوضوا أشرس معركة بحياتهم وهي المعركة ضد المرض. شكراً لك فادية الحاج، أهلا وسهلا فيكي. شكرا. تحية لكل أصدقائنا بالسي سي سي ال وعقبال كل سنة. شكرا. وقفة مشاهدينا ونكمل لايف، خليكن معنا.